مرحبا، لك اهلا وسهلا سامر كيفك؟ شو الأخبار؟ حبيبي، انا الحمد لله تمام. انت كيفك؟ حبيب قلبي، طبعا يلي خلينا نطفي الواتساب بس تكي. مرحبا مصطفى، لك حبيبي اهلا وسهلا. كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام، انت كيفك معلم؟ مشتاقين لك. حبيب قلبي، زمان زمان كتير. ايه والله زمان يا مان، ايه والله زمان. طبعا للي ما بيعرف مصطفى، انا وياه رفقات كنا بصف العاشر، وبعد سنتين ضلينا على تواصل، بعدين سافر. هلا قصة سفر هو رح يحكي لنا اياها، كيف سافر وين و و نعم بتيجي تخبرنا مصطفى؟ يعني مش يا معلم، التفاصيل اللي انا طلعت من سوريا تقريبا باخر 2013 اي ثينك على تركيا اوكي مشان ادرس، لانه بتعرف نحن تركمان الاصل، فعساس في شويه منح ايه وهيك، فطلعنا على تركيا. الوضع ما كان جنه او مثل ما كنا متخيلين، كان كثير صعب. اوكي ضليت سنه عم عافر بين مرسين واسطنبول. بعدين باسطنبول رفقاتي قرروا انه بدنا نطلع على اوروبا، تعرف الطريق شلون. ايه، ف قلت هاي فرصه، يا بطلع معهم يا بطلع على الان باسطنبول طول عمري يعني. اوكي فخبرنا الوالده، لقيت ماما بدنا نطلع على اوروبا. كنا ناخذ الاوكي منها، قالت لي ايه توكل على الله. اوكي بظن ب 2013 كان الوضع بسوريا يمكن كثير سيء، وكان في اعداد كبيره عم تسافر تماما بهالفتره. اوكي تماما. ونحن يعني طلعنا على تركيا نظامي، كنت مبسوط، عرفت انه خلص انا طالع نظامي، مسافر بجواز سفر وكله نظامي، حلو حلو انه بقدر ارجع بقدر كذا. ايه حلم معلم. بعدين بعد سنه مثل ما قلت لك قررنا نطلع اوروبا انا والشباب، وانا ما بسبح وبدنا نطلع بالبحر، ايش بس قلت ما في شيء تخسره، خلص ما في شيء الواحد يخسره، ما ضل شيء. ايش ايش فطلعنا نحو الشباب معلم، طلعنا على ازمير، ضلينا فيها شيء اسبوع عم نحاول، يعني كل يوم بيقولوا لنا اليوم تطلعوا، بعدين بيوم وليله حطونا بسياره بشيء 40 واحد ما فيك تاخذ نفس. ايش ايش هذه الأزمة. هاي بأزمير، وعلى اساس رايحين على محل ما بده يطلع القارب هذا البلم مثل ما كان نسميه. ايه، فرحنا بهاي السياره ساعه ونص، يعني شلون ما بعرف شلون، عن جد ما بعرف شلون وصلنا، يعني ما بعرف شلون طلعنا عايشين، لانه جوا شو بس تنفس العرق، لانه ما في حدا، ايش العالم كله مع بعض محصوره بنفس المكان. المهم الحمد لله نجونا الحمد لله. اجى البوت معلم، طلعنا فيه وانا طبعا مرعوب، الشباب حاطين لي تبع النجاة هذا شو اسمه؟ ايه بجيبها اثنين للبالون مو اي هذا البالون تماما، دولاب. ايه اثنين عمل انه بسيك خلاص بس خليك. يلا ف ايه معلم لانك ما بتعرف تسبح، يعني هيدا لك. تماما، رعب رعب، لو انا نازل بالمي رعب، بس الحمد لله ما نزلنا بالمي. وقديش المسافة مصطفى من يعني بالبحر بالبلم؟ ما قديش بتذكر، كل حدا بسمع منه قصة، حدا بيقول لي ضل 5 ساعات، حدا بيقول لي ضل 6 ساعات، نحن ضلينا شي 3 ساعات 3 ساعات على الطريق. تخص ايه لانه بالبحر ما بيعرف يسبح. تماما ايش 3 ساعات. ومعنا اطفال، عرفت، معنا حرفيا بيبيز، اوه يعني معنا ايه، معنا كل اشكال البشر معنا. فبعد شي 3 ساعات وصلنا، فتنا يعني ضربنا بالشط، كان في مثل السطور ضربنا فيهم ونزلنا بيه شوي بالمي، وكنا طبعا نازلين بالجزيره الغلط، يعني عرفت ما فيها شيء فاضيه، فلما نزلنا كان فيها بس كم حدا، كم عسكري شافونا قالوا لنا انزلوا لتحت، نزلنا جابوا لنا قارب ثاني حلو. حطونا فيه، ونحن ما بنعرف وين رايحين، نحن عن جد مرعوبين، راجعين على تركيا هلا خلاص مشي الحال. طب ف هدول مصطفى لأي دولة تابعين؟ يونان اليونان. اوكي تماما صح، هي الوجهة كانت على اليونان. فاخذونا بهذا القارب على جزيرة يا سيدي اسمها ساموس بعتقد، كان اوكي بعتقد اخذونا على ساموس. ايه ساموس معلم، كانت مثل يعني تقريبا مثل الحبس، بيسكروا الباب عليك بيقفلوهم على 8 المساء، اوكي وبيفتحوهم الصبح، وانه بتروح تاكل أو تفطر وكذا. ضلينا شي اسبوع هنيك، بعدين بيعطوك ورقة
مثل خرطية انه خلص فيك تضل هلا انت باليونان، فيك تمشي تروح وتيجي وكذا. طلعنا على اثينا مثلنا مثل غيرنا، لانه من هنيك من اثينا في عالم تعرف تجرب طيران، تطلع بطيارة لانه اوروبيين شكلهم كيوت. فانا انا ما كنت كيوت انف، فطلعنا كان في عالم عم تطلع بالبحر، وانا خلص ما معي مصاري كمان، فقررنا انا والشباب انه احسن طريقه نمشي، وما معنا مصاري ندفع لمهرب سامر، فنحن بدنا نمشي على على الخريطه اللي بايدنا، على كمان ايفون، انه الخريطه فيك تشغلها بدون واي فاي بدون نت، عرفت؟ اوكي، بتبين انت وين، فيك خريطة بدون نت. ورقية أو تليفون؟ تليفون ايفون، أوكي. والايفون معلم اذا انت ما عندك نت او ما عندك اي شيء، بس الايفون شغال بيورجيك انت وين، يعني بيقول لك انت هون، عرفت؟ ففيك أوكي. تكمل مشي على اساسه. أوكي. ففتنا على مقدونيا، حاولنا نفوت على مقدونيا بعد ما وصلنا على الحدود. انمسكنا، مسكونا الشرطه، كان اول مره بنحاول ومسكونا الشرطه اليونانيه، حطونا بسياره، والله ما بتذكر وين اخذونا حتى، يعني كان هيك مثل الخيال براسي هلا. المهم اخذونا على محل معين وتركونا، طلعنا. جربنا ثاني مره، دخلنا، ولانه عم نمشي لحالنا العالم كلها بتفوت على الضيعه الثالثه بمقدونيا وبياخذوا القطار. اوكي، نحن فتنا على الضيعة الأولى انتوا تبعهم، ما بتعرفوا، ما معكم مهرب، بنعرف ما معكم ماشيين على حدا. على الخريطة انه هذا نوصل لهون، من هون بندبر حالنا حرفيا، ما بعرف شلون كنا مأمنين انه راح اوكي. نوصل معلم. ف المهم فتنا على هاي الضيعة، شفنا ناس هنيك شافونا يعني من أهل الضيعة وبيحكوا تركي لأنه على حدود أو شيء، فبيحكوا تركي ونحن شوي بنحكي تركي كنا. حكينا معهم انه نحن هيك هيك وضعنا، طبعا بينوا كثير حبابين، بس نحن بعد محادثتين بين انه بدهم ينصبوا علينا، بدهم ياخذوا كل شيء معنا مصاري وبدهم اوف، يعيشوا، يعني على الاغلب نحن لو عايشين محل ظروفهم كنا نصبنا على اي حدا جاي على الاغلب. هن بس من المنطقة. هن من المنطقه اللي كنا فيها، ايه، اوكي. ومنطقه مبينه فقيره يعني، فيها محل، فيها السيتي سنتر اللي فيها يعني مركز المدينه حرفيا، ما بعرف فيه بكفي باصين يوقفوا فيه وخلص وبيمشي، يعني هي كل المركز مدينة. ونحن الخطة انه نروح ناخذ باص. اوكي. لما انت نحن ما هدول الناس تقدر. معنا شوية مصاري، معنا اوكي. شوية مصاري ايه، بس كنا عم نعطي هاي الناس، جابوا لنا اكل وكذا، طبعا اخذوا بلاوي مننا، ما عرف اني لسه الاسعار هلا هلا واصلين لهنيك. بعدين بين معنا انه عم يصبوا علينا، فقررنا نطلع لحالنا بالباص. اوكي. لما قررنا نطلع لحالنا بالباص خبروا الشرطة، فنحن كنا عم نستنى الباص واجت سيارة الشرطة، وحياة الله الساعة 7 الصبح يا مان، نحن 6 بني آدمين ولا 7 كنا تقريبا، بعتقد 6، ايه 6 هلا بتذكر، وماشي وواقفين ناطرين الباص، اجت سيارة الشرطة بلمح البصر، نحن 6 يعني اختفينا، ما عاد ضل حدا مع حدا. انا ورفيقي عبد الله كان اسمه من حمص كمان، تعرفت عليه بأزمير، ركضنا سوا، ركضنا والسيارة ورانا، سيارة الشرطة ورانا، لحتى اوكي. فتنا بحقل كثير النبات فيه عالي ومي تحت مستنقع حرفيا، وانبطحنا يعني على الارض، خبينا وانتو لحد شفتوا ما، سيارة الشرطة من بعيد؟ لا لا صفت قبالنا يعني، قبالكم. صفت علينا وشفنا شفنا اوكي، هذوليك الناس بالسياره جايين. بس في حدا نبهكم من قبل انه اذا بتيجي لا سيارة الشرطة انتو لا لازم تهربوا، انتو لازم لا ليش؟ لا، او هن نفسهم هذول فسدوا علينا واجوا بالسياره تبعهم، مروا قدامنا وعم يضحكوا انه ليك الشرطه اجت. ايه ايه، لا كان فيلم. بس الشرطة فالشرطة شو يعني شو بتقدر تعمل؟ يعني ما بعرف بالضبط شو بتقدر تعمل، وما بدي اعرف بمقدونيا شو بتقدر تعمل الشرطة، عرفت شو قصدي؟ يعني اوكي. لانه هاي الناس، هي هدول الناس بدون الشرطة ممكن يذبحوك اذا بيمسكوك، يعني الشرطة اهون، ما بدنا نتخانق مع البشر. ايه اوكي. فنحن ما فكرنا معلم، نحن بدنا نهرب خلص، طريقنا مو هون، ما فيك تمسكنا هون، انه لازم هربنا وتخبينا قلت لك بهذا الحقل، لحتى الشرطة هيك طلعت شوي دارت وراحت. اوكي. صارت الساعة بتذكر شي 3 الصبح وبدنا ننام، وبرا برد ما معنا شي شريك، أنا معي شنطاية ولابس مطرية وتيابي تحتها، ورفيقي معي نفس الشي. نمنا جنب الأوتوستراد، جنب هيك طريق عام كبير بيمرق فيه سيارات وكذا، وحواليه بس حقول هيك كبيرة. نمنا لشي الساعة 6 الصبح، 7 6 الصبح هيك شي حتى، لا يا سيدي، نمنا على شي 12 بالليل وفقنا على شي 3 4 الصبح، لانه بتذكر كان عتمه وبرد، وطلعت شفت هيك كازيه من بعيد، قلت له تعال نروح نجرب حظنا بالكازيه يعني. رحنا على الكازيه، يا زلمه بيحكي انجليزي شباب صغير، قلت له مرحبا نحن هيك هيك وضعنا وما معنا هاتف ما معنا شيء،
قال لي انت من وين؟ قلت له نحن من سوريا وعم نحاول نطلع من هون نمشي. فقال لي مساك هاي شريحه ما بعرف شغلك اياها وبصير عندك نت. قال لي ما فيني خليك هون لانها خطيره، بس تخبى ورا انه في عندنا هوك محل تقعد فيه ورا الكازيه، ضل هنيك. حلو. نحن هلا عم نحكي رفقاتنا كلنا ما بنعرف وينهم، يعني انا معي بس شاب رفيقي ورفقاتنا راحوا، وانا معي مين؟ انا معي خاله لرفيقي كان على الان باليونان صار له 5 شهور، فانا ماسكه بايدي من اول وصلت على اليونان وساحبه معي، عرفت؟ حرفيا بايدي الزلمه طول الوقت. اوكي. هذا زلمه راح وزلمه كبير، فنحن قاعدين عم نستنى لقيت، وحياة الله يا شيخ، قاعدين عم نستنى لقيته ماشي لحاله هذا الزلمه، شي 45 سنه عمره. لما عيطت له وشافني الروح ردت له، عرفت؟ يعني وحياة الله ما بنساها، طلع كأنه لا كنز. ف مثل مضيع روحه ايه ولقاها. هذا لحاله ماشي لحاله يا حرام. فالمهم لقيناه بعد ما شغلت الشريحه، حكيت حدا من رفقاتي لقطه معه نت، فعم له وينك؟ نحن وين كان الهدف الروح؟ كان هدف الروح على صوفيا كان اسمها يمكن، على العاصمه ايه تبع مقدونيا. فقال لي انا هنيك، نحن امبارح مضيعينهم، عم يقول لي هو بالعاصمه رفيقي وصل. اوه قلت له شو وصلت؟ قال لي لما هربنا تخبينا بسيارة واحد بيبيع خضرة، فلما شافنا أخذ مصاري وأخذنا معه على العاصمة اثنين منهم. محمود إيه محظوظين. عن جد محظوظين. فأعطاني رقمه للزلمة، إجا هذا الزلمة ياخذنا، فنحن كنا لقينا التانيين، لقينا الشباب كلهم بعد محاولات وكتابة، كنا صفينا هلا شيء أربعة، إيه كنا سبعة تماما، اثنين وصلوا، لأنه عم بقول لك كنت فكر ستة، اثنين وصلوا ونحن خمسة ضلينا. اوكي. فهذا الزلمة، هذا الزلمه اجى وشو المصيبه؟ قال انه انا باخذ معي ثلاثه بالسياره ونحن خمسه، بدنا نقي مين الثلاثه اللي بيطلعوا بالسياره هلا. اوه شو صعب. ما بعرف شلون قررنا، ما بعرف شلون قررنا. بتذكر طلعت انا بالسياره ومعي اثنين من الشباب، وعلى اساس انه هو يوصلنا على محل ويرجع ياخذهم ويخليهم عنده بالبيت، عرفت؟ انه انتم بتضلوا هون انا رايح اخذهم. الزلمه هذا وصلنا يا شريك على نص الاوتوستراد وقالنا هون في حاجز، عن جد كان في حاجز، بس طلع هو في امرأة فيه، يعني ما كان في حدا. قال لي لازم تنزلوا وتمشوا. نحن نزلنا هو اختفى، يعني هو اخذ مننا المصاري، نزلنا بنص الطريق وراح. انتوا كان لازم تعطوه مصاري بس توصلوا مش بس تروح. ايه لانه ما عندك هذا الخيار، ما عرفت؟ ايه ما انت مرعوب ضايع. ف اخذ مصاري ورجع، ان احنا ما عم نفكر بالمصاري، نحن عم نفكر بالاثنين اللي ضلوا، عرفت؟ انه هدول الاثنين هلا مين بده يجيبهم؟ ما لهم غيرنا يعني. ف المهم ضلينا نتواصل معهم وضلينا نمشي بالاوتوستراد لحتى لقيت اوتيل، فتلة عنده قلت له ليك هيك وضعنا، قال لي تعال. قعدنا عنده، بتذكر هو ضيفنا كابتشينو، جاب لنا اكل، هلو. هي زلمه كثير حباب، وطلب لنا تاكسي لنروح ناخذ القطار. وفعلا رحنا اخذنا القطار، عم نتواصل مع هدول الشباب رايحين على مهرب ياخذنا على صربيا، نحن ما كنا دافعين ولا لمهرب لهلا، عرفت؟ بس دافعين هذا الزلمه اللي ساعدنا. اوكي. وهذا المهرب لانه بصربيا على زمننا على دورنا كان لازم توصل على العاصمه، والعاصمه 500 كيلو متر بعيده عن محل، عن الحدود. اي محل بيمسكوك قبل العاصمه بيرجعوك على مقدونيا، بدك ترجع تجرب مره ثانيه. المصيبه وين؟ لما بتروح على صربيا، يعني لما بتروح على صربيا في جبل بدك تطلع، والله العظيم تعرف الجبل بالعاده هيك متخيلينه، نحن هذا الجبل هيك، نحن ليترلي طالعين هيك على السما، كثير صعب تسلق. كان. ايه كثير صعب. وانا لقينا الشباب اللي تركناهم لقيناهم عند المهرب، اجتمعنا كلنا هنيك، ضلينا نتواصل معهم اللي وصلناهم لعنا، أيه. التقينا فيهم وطلعنا سوا مع المهرب. وحياة الله ماسك انا هذا الزلمه بايدي وطالع على الجبل، المفروض نوصل على محل معين وتيجي سياره، نحن هيك دافعين مصاري المهرب، تيجي سياره تاخذنا على العاصمه. ما اجت السياره، مسكونا الشرطه ورجعونا على مقدونيا بعد هذا العناء كله. انا طول الوقت سامر عم فكر بس انه انا بدي ارجع اطلع هذا الجبل مره ثانيه هلا. انا ما عم فكر بولا شيء ثاني، انه عادي بمشي بعمل اللي بدك اياه، بس لا تطلعني هذا الجبل مره ثانيه، مستحيل. يعني هو قديش وقت بتضل عم تطلع؟ يا سيدي ما بتذكر عن جد، بس برياحه برياحه في ساعه ونص، اوف. يعني غير انه انت ماشي بالليل عتمه عتمه ما بتشوف شيء قدامك حرفيا، لا ضوء ما بتسترجي تشغل، ممنوع تشغل ضوء، وتحتك مي، يعني انت عم تمشي على حجار والمي قبل ما تطلع على الجبل. هاي كمان لحالها كانت مصيبه، اي زحطه بتروح فيها. ومعنا نسوان ومعنا اولاد ومعنا يعني معنا كل انواع البشر معلم هنيك. المهم وانا ماسك الزلمه بايدي، عرفت؟ المهم ثاني مره وصلنا،
على فكره واحد من المهربين سوري ما رضي يرجع لنا المصاري، قال ما فيكم فيكم ترجعوا تطلعوا مره ثانيه، مصاري ما في. كان معي 35 دولار بجيبتي وكل واحد هيك معه. وصل مره ثانيه طلعنا معهم وما اجت السياره. فيقنا الشباب الساعه 5 الصبح قلنا له يا جماعه السياره ما اجت، نحن رح نمشي لحالنا. شلون رح نمشي لحالنا؟ دونت ايفن اسك مي، بدنا نمشي لحالنا. في هون خريطه، لقينا مدينه فيها جامع، اللي فيها نروح على الجامع ونقول لهم حبيب هيك وضعنا، زبطوا لنا باص بس بدنا نروح على العاصمه. نحن رايحين على هذيك المدينه، انا اسف بس نحن رايحين على هذيك المدينه، طلع لنا ناس قالوا لنا انه نحن ديروا بالكم هون في شرطه وكذا، لازم تروحوا من هذا الطريق. طلعوا هن ما عم يساعدونا، هن عم يضحكوا علينا. دقوا لناس ثانيين، نحن رحنا بهذا الطريق ليترلي واجتمعوا علينا الاربعه مع سلاح، واحد معه باروده ما بنساها على قدها كانت، واخذوا كل شيء كان ضال معنا، حتى ال 35 دولار اللي كان ضال معي اخذوها. وهلا نحن بنص، لا فينا نرجع على مقدونيا لعند المهرب ولا فينا نكمل. الزلمه اللي كان معي اللي ماسك له ايده هذا خاله ليوسف، هذا كان اسمه وسيم، خاله لوسام، حتى خاله شاب اسمه وسام، كان مخبي مصاري جوا، كان لابس اسف على الكلمه، كان لابس اربع بوكسرات عرفت باليونان، ومخبي 200 يورو حلو بواحد منهم ولقاهم. هدول 200 يورو ما كان معنا شيء غير ثيابنا، هول 200 يورو فتنا فيها على المدينه، رحنا على الباص دفعنا له وطلعنا، طلعنا على العاصمه. طب شوفير الباص اجى لعنا، ما في بعد ثلاث محطات، قال انا بعرف انتم سوريين وكذا، شو معكم مصاري؟ اعطيناه 30 يورو بتذكر، حتى ما حكى معنا، حكى مع رفقاتنا لانه كنا طالعين اثنين باثنين لحالنا كل واحد. فاخذ مصاري من الشباب وتركنا نمشي، وصلنا على العاصمه معلم. من العاصمه حاولنا ناخذ خرطيه كرمال ننام باوتيل، هاي لحالها قصه. وبعدين يا سيدي مشينا لحالنا مره ثانيه مع ناس لنطلع على هنغاريا. فتنا على الحدود على هنغاريا، طبعا لانه صارت بلاوي بصربيا، بس بعدين فتنا على الحدود على هنغاريا ومسكنا، مسكونا الحكومه، بس هنيك سهله انت صرت بهنغاريا. اخذونا بصمونا انه لجوء، قدمنا لجوء هنيك بالغصب، وبعتونا على كامب على حدود رومانيا. يومين ضلينا بالكامب، لاجا موظف الهجره حكيت معه وطلعت، قال لي انه اذا ضليت هون رح تاخذوا لجوء هون. قلت له يعطيك العافيه. ثاني يوم معلم طلعنا على بودابست على العاصمه، على اوتيل فيه مهربين لانه رفيقنا كان هنيك قبل ما نوصل على المانيا. اوكي ايه فهذا المهرب نيمنا هنيك بالليل، بتذكر في هنا 3 الصبح قالوا لنا في سياره تحت، فينا عين سياره بتجنن مرسيدس. الشوفير منظره بتحسه موفي ستار، انه هذا مستحيل حد انه هذا الشوفير انه اوكي تمام، اذا هذا الشوفير ما حدا وقفنا. معلم هيك أشكال المهربين. وحياة الله كثير كثير مبين طالع من فيلم، بطولة فيلم اكشن. فطلعنا معه وبتذكر نمت طول الطريق من الناس، انا فقت حرفيا، فقت مره بالنمسا وفقت مره على حدود المانيا. حلو، يعني ونزلنا أخذتهم من بودابست لألمانيا. من بودابست لالمانيا بالسياره معلم، شي 7 ساعات يمكن او هيك شيء بتذكر. وقديش أخذ؟ والله ما بتذكر يا مام، دفعنا كل واحد مو كثير لوقتها، وقتنا دفعنا كل واحد يعني شي 300 350 يورو دولار. من رجعت وجبت مصاري؟ بتذكر عمي بعت لي حكيته من كافي نت. صح كان ما معنا ولا فرنك لما كنا بهنغاريا، صح بعد كنا بكفي نت نجتمع في محل ما كان الكامب اللي كانوا قاعديننا فيه. ايه وبعتوا لنا مصاري واخذناهم ببودابست حلو على جواز سفر فيه. ايه حلو وطلعنا يا مان. ايه وصلنا على حدود المانيا مجنطين، معنا حق التيكت تبع القطار. طلعنا بالقطار، كان رفيقي بيعرف ناس هون قرايبين، وصلنا لهم 30 40 سنه، رحنا لعندهم حرام اهتموا فينا كثير اول 3 ايام. حلو وبعدين انا طلعت على الكامب ببرلين. لا بمحل اسمه هانوفر. فهيك صرت طبيعي، على ألمانيا وعلى ورحت على رحت الكامب. على كامب بهانوفر، كان رفيقي هنيك فمش بدي ضل معه موسى، وما خلوني ضل معه، بعثوني على المانيا الشرقيه، عكسوا لي كل اتجاهي، بعثوني على المانيا الشرقيه معلم. ومن هيك فرزونا على مدينه ثانيه هي قريبه من هون. وبعدين تعرفت عصبيه هنيك، كان اول حدا بحكي انجليزي لانه ما عم بحكي الماني، واول حدا بحكي معه من عمري. فقلت له ليك يا بنت حلال، ما بدي ساوند كريبي، بس انت اول حدا بحكي بهاي البلد ومن عمري، فينا نضل نحكي، ما عندي رفقات. أم اوكي قالت لي انا ساكنه بمدينه ثانيه، تعال لعندي انه زورني هنيك، اللي هي انا فيها هلا لايبزيغ.
اوكي، وانت اجيت على زرتها هالمدينة بسبب هاي تمام. البلد. ايه تعرفت بسبب هاي البنت، زرتها اسمها نورا، بتجنن نورا، هلا هي ببايرن بميونخ. زرتها هون وشفت المدينة، قلت ايه انا لازم اطلع من محل ماني عايش، اكيد لازم اجي لهون، حلو، واجيت لهون. يا وصار ايه لك وزعلتني كثير. قديش صار لك بهاي المدينة؟ 7 سنين تقريبا، 7 سنين. 7 سنين يا ما. هاي لحالها قصة، 7 سنين لحالها. أكيد يعني ايه ايه ما. بس للأسف ليه؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامة. حزين كثير. بظن هي كل سوري سافر بهي الطريقة عنده تماما، كل قصته سوري عنده قصته. خاصة. تماما تماما، وهي عن جد على السريع حكيت لها كثير بسرعه، في كثير تفاصيل، بس انه ايه طيب أنا يعني صراحة ما توقع، بعد من زمان ما حكينا مع بعض، ما توقعت تكون يس. قصة لهالدرجة حزينة، ايه يا معلم، كانت فالحمد لله قدرت تفعلها. يعني you الحمد are لله. lucky ايه والله if you make it as you said. معلم، تماما. ايش فيك؟ انا بعد الوعي والنضج، انه هلا ما فيني املا، برتعب اذا بفكر بالفكره، ايه عرفت؟ هلا ما مستحيل هلا وقتها انه ايه خلاص، شوف ايه طالعين مع الشباب على اوروبا. ايه خلص بوقتك، كنت بمرحلة بدك بس بدك بدي تماما اعيش. تماما تماما، الحمد يا لله سيدي مان، الحمد الحمد لله على لله السلامة، وانت حبيبي، بتستحق الخير، حبيب قلبي وانبسطت يا كثير سامر بمقابلتك، وان شاء والله. الله وانا كثير مبسوط اني عم حكيك يا زلمه، شلون تحكي انت حبيب قلبي. حبيبي، ونلتقي قريبا ان شاء الله. اكيد مان، ما دام عندنا هالارقام خلينا نحكي، لا تنام. ايه اكيد اكيد حبيبي اكيد شوفك يا معلم، حبيب قلبي سلم على الجميع عندك بيوصل. حبيبي يا سرب. يا سلام رب معلم، الله معك. باي باي. باي باي.